يسعد صباحك هايدي. يسعد صباحك يا رشا، كيفك؟ تمام وانتي كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله تمام. دائما نقول هيك ان شاء الله يا رب نكون بخير ونشعر بهذا الخير من قلوبنا ومن ارواحنا. يسعد صباحكم لكل مشاهدي الاخباريه السوريه، يوم جديد يا رب يكون بدايته خير علينا وعليكم ويحمل لنا الرزق الكريمه وجبران الخاطر وكل الامنيات على كافه الاصعده. بنقول يا رب دائما بكره هيك نقدر نعمل في شيء حلو، نحقق في اشياء فاتتنا بالايام الماضية. مشوارنا الصباحي بلش معكم وكالعادة ضيوفنا من مجالات مختلفة وأخبار محافظاتنا السورية ضمن التقارير بصباحنا لليوم. يسعد صباحك يا هايدي. يسعد صباحك عن جديد يا رشا، وأكيد الصباح الأكبر لكم مشاهدينا مشاهدي الأخبارية السورية من وين ما كنتوا عم تتابعونا. أكيد أسبوع جديد ويوم جديد، وأمنياتنا دائما لكم بهذا اليوم وبالأيام القادمة تحملكم كل الخير والصحة والرزق وراحة البال. أكيد يعني محطاتنا عديدة ومنوعة رح تكون اجتماعية وثقافية، أكيد رح نتعرف عليهم أكثر وباقة من التقارير بمحافظاتنا السورية، ولكن مثل العادة فاصل صغير ونبلش. وقبل ما نروح لأولى مساحاتنا الصباحية ونستقبل أول ضيوفنا لليوم، خلونا نكون بذاكرة الصباح ونشوف ذاكرة الأيام شو سجلت من تواريخ مهمة لليوم. تتولد أحداث جديدة وبتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذكرى منسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 15 كانون الأول، خلونا نتعرف على أهم الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم. بعام 1612 عالم الفلك الألماني سيمون ماريوس بيتمكن من رصد مجرة أندروميدا من خلال المنظار لأول مرة. وبعام 1995 تدشين محرك البحث ألتا فيستا. وبعام 2000 إيقاف المفاعل الثالث بمفاعل تشيرنوبل. هاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات اللي كان إلى بصمة مميزة بعالمنا. ففي عام 1916 موريس ويلكنز عالم فيزياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل بالطب عام 1962. وأيضا شهد هاليوم على وفاة عدد من الشخصيات. ففي عام 1917 فلاديمير بروخورفيت شماليسكي عالم أحياء قديمة روسي. وأكيد من روزنامة التاريخ رح ننتقل لأولى تقارير صباحنا لليوم مع قرية الزيتونة بريف محافظة اللاذقية، ووسط حضور رسمي وشعبي تحتضن الاحتفال المركزي عبر حملة تشجير بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين. أكيد مشاهدينا متابعة تفاصيل أكثر بالمادة التالية. قرية الزيتونة في ريف محافظة اللاذقية ووسط حضور رسمي وشعبي تحتضن الاحتفال المركزي عبر حملة تشجير بمناسبة الذكرى 59 لتأسيس الاتحاد العام للفلاحين. بدأنا منذ بداية هذا الشهر بالعمل الجاد ضمن المحافظات السورية كاملة بأن يكون عيدنا هذا العام على الأرض، على أرض الواقع، ومن بينها اليوم في قرية الزيتون لتشجير 1000 دنم للأشجار الحراجية بعد أن الإرهاب الممنهج حرق هذه الأرض، أيضا نعيد الغطاء النباتي لها. طبعا هذا الشيء نحن من وجهة نظرنا هو نقطة كثير مهمة جدا، هو وجود التشاركي ووجود ثقافة أنه كافة الجهات المعنية من منظمات واتحادات وجهات شعبية تكون معنية بإعادة زراعة الغطاء الأخضر وإعادة المنطقة إلى ما كانت عليه، وعدم التركيز على جهة واحدة فقط اللي هي وزارة الزراعة اللي بتقوم بهالعمل هذا. لهذا العام كانت حملة المنظمات تحت عنوان شكرا لكل يد زرعت ولم تقطع. نحن اليوم في موقع الزيتونة بالتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين نقوم بزراعة هذا الموقع بالأنواع الحراجية الملائمة بيئيا بالدرجة الأولى كالخرنوب والصنوبر السمري، وبالدرجة الثانية نعتمد على الأنواع المدرة أو التي تعطي فائدة للمجتمع المحلي. المساحة تبلغ حوالي 800 دلم، سيتم زرعها بمختلف أنواع الأشجار المثمرة الصنوبر السمري. إعادة تشجير عدد من المواقع في المنطقة وهي متضررة من الحرائق الأخيرة.
نحن بإذن الله بنبني إيد بإيد ومنزع الأشجار اللي تصير بلدنا خضراء وبلدنا معطاءة. كل واحد بيزرع شجرة بيعمر بلد بحاله. حابين نجي نشارك ونرجع تشجير الشجر ونرجع الوطن مثل ما كان ونرجع الجبال الخضراء. الغاية إنه نرجع بلادنا مثل يعني كانت محروقة، كل شيء انحرق نرجعوا بلاد خضراء. الفعالية تأكيد على أهمية عودة الغطاء النباتي والحفاظ على الثروة الحراجية والغابات وحمايتها والتي تعتبر ثروة وطنية. وحروح لأولى فقراتنا الصباحية لليوم، وبلشنا هيك نحضر للامتحانات بالمدارس يا هايدي، وهذا الشيء أكيد بيسبب ضغط عند الأهالي عند الطلاب. اليوم حلم الأهالي أنه اليوم أطفالهم وأولادهم يكون علاماتهم على مستوى جدا جيد. اليوم في مقارنات ممكن تتعب هذا الطفل، الوقت عم بيكون ضيق، المنهاج عم بيكون مكثف وصعب، وهذا الشيء بشهادة حتى الكادر التدريسي. كيف مفروض تمرق هاي الفترة إن كان على الأهل أو على الأطفال أو على الشباب يعني بشكل عام؟ أكيد يا رشا، يعني من أكثر المشاكل يلي منشوفها اليوم هي الضغط والتوتر يلي بيكون بفترة التحضير للامتحانات، إن كان لطلابنا بالمدارس أو إن كانوا بشهادات ثانوية أو ممكن لطلاب الجامعات. يعني هذا الأمر ممكن يكون طبيعي عند الشاطر، الطالب الشاطر أو حتى طالب يلي ما هو دارس، ولكن ممكن هذا الأمر يزيد عن حده بعد فترة، يصير في مشاكل، وهي المشاكل للأسف تأثر على النتائج والتحصيل الدراسي. لا طلاب اليوم ضمن فقرتنا الاجتماعية رح نتوسع أكثر بالموضوع، نعرف كيف ننظم وقتنا وكيف ندرس بطريقة صحيحة وكيف نقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي. أكيد تفاصيل كثيرة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم الاختصاصية التربوية رائدة بعكوري. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح النور، صباح النجاح، صباح التفاؤل. حلو التفاؤل. يسعد صباحك حبيبي. أهلا وسهلا بحضرتك. دائما نحن بنقول معرف من حالنا ومن أحلام أهلينا، اللي بوقتها ما كنا كتير نستوعبها، كنا نفكر نوع من أنواع الضغط، ولكن أي حدا مننا بيعيش التجربة مع أولاده بيعرف إنه كان همهم الوحيد هو نجاح هذا الطفل يلي عندهم. بداية خلينا نعرف شو يعني النجاح الدراسي. طبعا مثل ما قلتي حضرتك، نهار الامتحانات ونهار التجهيزات بيكون الأهل في استنفار كامل. فالنجاح، خليني أقول النجاح بشكل عام لأنه النجاح له أنواعه، النجاح هو أنك أنت تحصل حصيلة اجتهادات ومراحل مريت فيها فوصلت إلى نتيجة نهائية أعطتك روح من المعنوية الإيجابية التي تعود عليك بالثقة في النفس، وهي محصلة عدة خطوات وعدة مراحل قمت حضرتك فيها من خلال طرق وأساليب معينة أدت إلى النجاح الإيجابي اللي بيؤدي إلى الثقة بالنفس وإلى السعادة والرضا. هذا النجاح بشكل عام. النجاح بالنسبة لي أنا بقول هو التوازن، خصوصا إذا كان النجاح سواء كان النجاح الدراسي أو المعنوي أو الفني أو المهني أو الإداري، لأنه مثل ما بنعرف النجاح ليس هو فقط على الصعيد الدراسي، وأنا بكل مراحل من مراحل حياتنا نحن في رحلة نجاح. فهالنجاح هذا أكيد مثل ما كل أي شيء بهالحياة له مفاتيح وله أسس وله مبادئ، كمان النجاح له أسس وله مفاتيح. مفاتيح النجاح أول شيء هو المثابرة والإدارة الصحيحة والشغف والرغبة والمحبة. وقت بيكون عندي شغف ومحبة وإرادة وتصميم رح يكون النجاح له ذوق. النجاح فعلا شعور، أرقى شعور اللي ما بنقدر نترجمه، اللي هو عبارة عن البهجة والسعادة والرضا عن الشيء اللي نحن حصلنا نتيجة هذا النجاح. وبما أنه نحن هلق عم نحكي عن النجاح مثل ما قلتي حضرتك، عم نحكي عن النجاح الدراسي وعن النجاح بشكل عام، فالنجاح الدراسي هو كمان نتيجة محصلة عدة معلومات، عدة ثقافية علمية، نتيجة اختبارات معينة نقوم فيها خلال العام الدراسي، فبتأدي إلا أن إما أن الرسوب أو إلا النجاح. أنا ما بقول رسوب وإنما بقول نوع من الخيبة نتيجة بعض العوامل اللي تأثر فيها هالطالب واللي مرت فيها خلال العام الدراسي. يعني كلمة نجاح أبدا مو سهلة، هي الكلمة يمكن بحاجة لجهد، لوقت كتير طويل وتعب من الطلاب ومن أهاليهم كمان يلي هنون أكيد شركاء بهذا النجاح. خلينا نعطي اليوم نوضح شو هي عوامل اللي بتساعد الطالب للنجاح بالدراسة. تماما، خليني ما أقول عوامل، خليني أقول هي نوع من التقنيات أو الاستراتيجيات اللي أنا بدي ساعد أي طالب سواء بالمدرسة بالبيت بالحياة أدت إلى نجاحه. فيك عندي عوامل
كثير، عندي عوامل داخلية تتعلق بالشخص نفسه، هو عنده رغبة، عنده شغف، عنده إدارة، عنده عملية بيقوم فيها من خلال العملية الدراسية، عنده تعزيز لقدراته لمواهبه، عندي عوامل أخرى بتتوقف على العامل الدراسي على المدرسة نفسها، يعني مو بس الطالب، كمان المدرسة لها دور كبير. العامل الأساسي للمدرسة مثلا المعلم، هل هو خبرة، هل هو سلوكه صح، هل هو يدفع الطالب، هل هو مشجع للطالب، هل هو عبارة عن دوره إيجابي. تمام، كمان المادة لها دور، أمرار كتير المادة بتكون متراكمة حشو، إذا كانت المادة متسلسلة مرتبة تراعي جميع الفروق والمستويات العلمية، أكيد هذا بيأثر على نجاح الطالب. أكيد. البيئة المدرسية نفسها، عملية التعامل والتواصل بين الأهل وبين الطالب وبين المدرس، أيضا البيئة الاجتماعية اللي موجودة داخل المدرسة نفسها، طرق التدريس، أمرار كثير بيستخدموا طرق تدريس تقليدية، نحن في عنا وسائل متنوعة بصرية علمية، لأنه نحن بنلاقي أنماط كثيرة من الطلاب مو دائما نفس الوسيلة اللي بتمشي مع هذا الطالب بتمشي مع الطالب الآخر. فهي كلها تعوامل تؤثر على عملية النجاح، وخليني نقول النجاح الباهر أنا بقول لهم. طيب اليوم بعد ما هيك حكينا عن العوامل، اليوم أيضا النجاح بحاجة لخطة، لتكنيك، إن كان من الأهل أو من الطالب نفسه، ما بين التنظيم، ما بين احتضان الأهل بفترة الامتحانات. خلينا نحكي اليوم عن الخطة المفروض اليوم يمشي عليها الطالب والأهل، يعني كمان يعتمدوها. طبعا قبل ما أنا باشر بهذا السؤال والحط خطة، لازم أعرف أنا بالنهاية شو سبب فشل الطالب. يعني مثلا أنا عندي نجاح وفي طالب يفشل، مو شرط يفشل بمادة، ممكن يفشل بأكثر من مادة، ممكن يفشل يكون فشل أو ضعف دراسي، خليني أعرف المشكلة حتى عالجها بطريقة صحيحة قبل ما بلش باستراتيجيات اللي بتساعدني على النجاح أو الخطة. فأنا لازم أعرف المشكلة خلل. حتى لو فشل صح. أعرف الخلل، وأنت بعد عرفت المشكلة أنا رح عالج، وبالتالي هذا العلاج رح يؤدي إلى النجاح. يعني بمعنى أنا اتقبل، ساعد الطالب أنه إذا فشلت وإذا طلعت مو منيح وإذا هالمرة علامتك ما كانت كويسة وإذا فشلت ليست نهاية العالم، ما أقعد أذمه وقل له أنت فاشل وأنت أعمل له صورة ذهنية عن نفسه وأنه عطي إيحاءات سلبية أنك لا، ممكن هو فشل نتيجة ظروف معينة عنده بالبيت، يمكن هو سبب أسري، سبب اجتماعي، سبب علاقات إلى آخره أدت إلى فشله، مو أنه هو فشل يعني نهاية العالم، لا، خليه يتقبل مرحلة. غير له الصورة الذاتية، التعاون، أحضنه، عمل ازرع في أمور إيجابية جديدة أنه الفشل ليست، وأخذ بالأسباب، أعرف وين السبب، وين الخلل اللي أدى، هل هو سبب تقصير بمادة؟ علمه مهارات القراءة السريعة، مهارات الخرائط الذهنية، مهارات التلخيص، علمه أنه هو كيف يبتدي صح، حط خطة زمنية جدولية صحيحة تناسب هذا الطالب وتعطيه أولوياته، وما أعمل له حشو، ما أعمل له ضغط، ما أجي قارنه أنت رسبت ليك ابن الجيران نجح أنت لا، هو ضغط معين أثر عليه، خليني طلعه من هذا الشيء وأخذ بالأسباب ومده بشكل علمي وبشكل أكاديمي بالتعاون بيني وبين الأهل وبين المدرس نفسه. يعني بلشنا بالحديث عن الفشل الدراسي، خلينا نوضحه أكثر اليوم كمفهوم، أيمتى ممكن يكون الطالب فعلا فاشل دراسيا؟ هل قبل ما فوت بعملية الفشل خليني أعرف شو يعني فشل. الله يبعده عنا يا رب جميعا. أمين. الفشل ما حدا بيحبه، خليني أقول خيبة أمل، خليني أقول رسوب، خليني أقول الفشل هو أنك أنت تشتغلي وتعملي وتدرسي وتتعبي، حصيلة الشيء اللي أنت عملتيه جاءت عكس ما أنت بتتوقعي. أنا كنت متوقع النجاح، وإذا أنا رسبت نتيجة توقع غير صحيح، هذا أدى إلى بالتالي إلى أحباط الطالب، لأنه كان هو متوقع شيء وحصل على شيء، فبصير عنده أحباط وانطواء وانعزال وأنا فاشل، وبصير عنده غضب، بصير عنده دونية، بصير عنده قلة نقص بحياته. فنحن بدورنا لازم نعرف أسباب هذا الفشل، ممكن تكون أسباب تتعلق فيه هو، عنده مماطلة، عنده أعذار، والله أنا ناجح بس المدرس رسبني، والله أنا باخذ علامات، حتى المعدة هي حجتها كانت لك عم تحكي، المعدة عم تقول لك كانت من المدرسة، والله أنا عملت اللي علي، هن رسبوني. يا عمي ما حدا بيرسب حدا، أنت ما تحطي أعذار، ضربونا، هي ضربونا، يعني هي الكلمة، ما حدا بيضرب حدا، إذا أنت عامل اللي عليك واثق
تثق من معلوماتك، لا تحط الأعذار. لا، والمشكلة إنه بس دي قرب الامتحان، لك في امتحانات ما ظل معنا وقت، يلا بياخذ بالأسباب. تمام. طب ما أنت ضيعت الوقت، قاعد كل السنة، هلا صرت بدك تدرس تحط الحق على المدرس، وكان في عدد كبير بالشعبة وعملوا فوضى وما خلونا نفهم. طيب وين كنت خلال السنة كلها؟ هي السبب الشخصي، عندك أسباب خارجية مثلا أسباب اقتصادية، هلق بنشوف كتير طلاب عم تترك العلم وتروح تشتغل لحتى تعيش. طب هذا إمتى بدأ يدرس؟ عم نشوف كمان مشاكل أسباب أسرية، الخلافات الأسرية بالمجتمع، الخلافات والطلاق والزواج وما بعرف شو، بروح الولد بيطب وبينام. بس بتحسي إنه هدول النماذج ناجحين دراسيين أكثر من الأشخاص اللي متوفر لهم كل شيء، بتحسي عندهم حلم كتير حابين يوصلوا لإله، ممكن ياخذوا هذا الفشل هو عبارة عن قلب له حتى تدفعهم، مثل الحصان اللي بيرجع بقلهم بيرجع لورا خطوة وبيندفع بقوة، لأنه إنسان عنده هدف. بعدنا عم نحكي وقت بيكون عندك هدف وشغف مهما كانت الصعوبات ما رح توقفي. طيب خلينا هيك ناخذ منك اكثر معلومات جدا مهمه بهذا الوقت، بما انه عم نذكر الفشل وممكن اسباب الفشل، اليوم في خلينا نقول علاجيا، ان كان نفسيا، ان كان دراسيا، ان كان اسريا، اليوم شو بتقولي اليوم لكل حدا بحس انه طفله عنده نوع من الفشل، او حتى الشباب اللي بحسوا حال انهم فشلوا بمرحله ما، شو هي خلينا نقول علاجيا القصه؟ القصه الاساسيه اني اتقبل هذا الفشل واعتبره هو بدايه نجاح. ما في نجاح ما قبله فشل، وأخذ برجع بكرر أخذ بالأسباب اللي أدت إلى هذا الفشل، أعرف وين الخلل، بأي مادة، بأي شيء أنا أدى واستفيد. هلق أنا عندي رسبة، أعرف الخلل مشان ما أرجع عيده، حاول أني أنا استفيد من الأخطاء. أكثر أخطاء من الفشل الدراسي ورح قولها بكل صراحة عدم التركيز، التركيز يا شباب، عدم التركيز والمشتتات، التأجيل والتسويف، اليوم بكرة مدرس، التراكمات هي كلها بتعمل فوضى وبتعمل خلل وعدم اتزان. فلذلك حتى أنا أكون ناجح وعالج هذا الموضوع بشكل، أعمل جدول زمني، حط هدف. طب أنا كيف بدي أنجح بحياتي وما عندي هدف؟ حط هدف، حط حلم، هذا الهدف اللي أنا بخليني مهما كانت الظروف قاسية ومهما كانت حادة أنا أقدر وقف وواجه. وقعت أول مرة وقعت ثاني مرة، ضلك مستمر، المثابرة والإرادة والرضا والإيمان بهدفك اللي أنت عم تسعى. كلياتنا الظروف صعبة، الظروف، طيب الظروف ما قالت لك ما تحمل كتابك وتدرس، الظروف قطعت الكهرباء ما قالت لك الظروف، أنت ضوي شمعة يلي بده شيء ما بيهينه ولا صعوبة، أنا بقول لهم إياها ما تحطوا الأعذار. خاصة بهذا الوقت اليوم الشهادة مطلوبة جدا، يعني الشهادة، الشهادة الأساسية. نحن بنقول مستقبل أولادنا هلق هن صناعة لمستقبلنا الحاضر القادم، بقدر ما بيكون نحن أسسنا هذا هذا الجيل صح، رح يكون المستقبل أكيد هو صح، رح ينعكس على بقية الأفراد في المجتمع. تمام. بما أنه عم نحكي عن الشهادة والمستقبل، يعني اليوم بتلاقي في عادات تربوية خاطئة اليوم من الأهالي باهتمامهم بتدريس طلابهم أو بتحفيزهم على الدراسة، بيقولوا لك مثلا ممكن طالب يكون صف 8 7 يقعدوا يحكوا له عن المستقبل ويحملوه مسؤولية كتير كبيرة، قديش هذا الشيء غلط؟ قديش لازم يمكن كل مرحلة نهتم نهتم بالطالب أكثر ما نحمله مسؤوليات لبعدين؟ تماما، كتير حلو سؤالك، يعطيك ألف عافية. بحكمي أنا مدرسة كنت عم درس طالب رياضيات، قال لي آنسة هذا شو بدنا نستفيد منه؟ قسما آنسة ليش هذا عم تعلمونا يا أبي؟ قال لي يلا بكرة بحطك وظيفة بتطلع أكتر. طيب ما أنت عم تزرع بي نفسية ابنك أنك ما تتعلم بطريقة غير مباشرة، أنت عم تبرمجه للأسف نتيجة المعتقدات الخاطئة أنه أنا شو بدي أعمل بهي الدراسة وهي ما بتجيب لي مصاري. أنت حطيت معتقدات خاطئة. العلم هو سلاحنا بالحياة، سلاح الإنسان، المعرفة، الثقافة، العلم، وأنت حدد فيما بعد. ما تقول له ما تدرس رح تجيب، ما تقارن، العلم لا يضاهي شيء بالحياة. نحن أمة لا تقرأ ولا تريد أن تتعلم للأسف. بحس انه الطالب بس قليل عندك درس الرياضيات، يا رب يا رب اليوم. طيب ليش هاي الفوبيا يعني من مادة الرياضيات تحديدا؟ يعني نعرف من حالنا ايام المدرسة يعني كان انه عقاب اذا استاذ وقت اللي بيكون غايب عندنا عرس نحن في الصف. هلا عم تعانوا من هاي النقطة؟ اكيد اكيد. اول شيء بترجع لعدة اسباب كثيرة، طريقة المدرس،
بإلقاء المادة وسيلته الخاطئة. أنا بدي أحبب الطالب بالمادة، المادة هي حلوة كتير، أصلا الرياضيات هي حياة. أنا فهمه من البدايات ليش نحن الرياضيات مهمة بحياتنا. إذا لهلق طالب تاسع ما بيعرف جدول الضرب، أنا بقول نتيجة خبرة المدرس. نحن ينقصنا خبراء، خبرات كتيرة للمدرس ووسائل توضيحية كتيرة حتى نساعده حتى يوصل. هي كلها بتأثر. فبلاحظ أنه الطالب قليله كل شيء، لا تقليله مادة الرياضيات أو ضروب عددين خصوصا الطفل. فنحن لما منغير أدواتنا، لما منغير وسائلنا، لما منخلي الطالب هو يقلنا تعطينا مادة الرياضيات. أنا طلابي بقوا بيستنوني لحتى أنا أعطيهم مادة الرياضيات، لأني غيرت وسائلي، غيرت أدواتي، صرت الشغل على الأنماط التمثيلية لكل طالب. كل طالب عنده طريقة بيفهمها، بيفهم فيها. صحيح. فإحنا لازم نعرف الطالب شو الطريقة اللي هو، شو نمطه لحتى أنا ساعده لو أصال في فرق مستويات. واليوم كتير مهم المدرس ينتبه على هاي النقطة. ما أنا عم نحكي عن المستويات، مستويات الذاكرة عند الأطفال وعند الشباب. اليوم كل حدا عنده اتجاه بالعلمي أو بالمواد الحفظية، ولكن نحن هلأ بفترة بحاجة لتركيز الطالب. وأيضا مثل ما في عوامل للنجاح وعوامل للفشل، اليوم عنا عوامل لترسيخ المادة بذاكرة الطالب. لكيف قادرين اليوم نعزز هاي الثقة بذاكرته بالمواد الحفظية خاصة بفترة الامتحانات؟ تماما، الفهم، ثم الفهم، بعدين الحفظ، بعدين التكرار على مسافات. يعني هي المادة، يعني مسافات تماما. أي المادة اللي أنا عم أقراها صعبة كتير، خلينا نقول رياضيات مثلا، قسمها وحدات على فترات زمنية محددة، كل فترة خليها تاخد معي حسب الصف ربع ساعة، باخذ 5 دقائق بريك كل، وبربطها بحدث معين بحبه أنا. وقت بربط المعلومات اللي عم بدرسها بأحداث إيجابية صارت معي بتذكرها، خصوصا القوانين والمادة الحفظية. فجزئ المادة إلى أجزاء ثم تكرار. التكرار بيكون على مدارات، مدار أسبوع طبعا، هي لحلقة كاملة حتى أكيد. تتخزن بالذاكرة الطويلة المدى، لأنه إذا أنت ما عدتيها يومين بتنسيها. صحيح. ليلة الامتحان لازم أنا وقت بكررها خلال شهر بيقول لك العقل خلاص فهمت. خصوصا اذا حفظ بصم اليوم يمكن اي شيء بيعانوا شوي من التكرار. الحفظ بدون تلخيص يعني. في تلخيص، حفظ بطريقة النغمات، أنا بحفظهم إياها بطريقة أغنية. أعطينا مثال نشوف. هلا أنا يعني أعطيك مثال يعني وكتابة تلخيص. يعني بحفظه بكتبه أو إذا بدي أركز بفكرة بكتبه كتابة. أي شيء بدنا نحفظه استخدم الخواص الخمسة. أنا بقول لهم العين والنظر، وقت بكون حواسك كلياتها ما بتعودي تنسي المعلومة. يعني أنا وقت بربط هالمعلومات هلأ أنا عندي قانون الفيزياء اسمه الطاقة الحركية، بقول له نصف ملعقة سكر. إيه كلكم بتحبوا السكر، حفظوه. يعني بحول الشيء اللي أنا صعب لشيء عبارة عن جملة من خلال أتذكر كلمة مفتاحية. الخرائط الذهنية بتجنن. صحيح. العملية الحفظ، لأنه المخ بيشتغل على الطريقة، بيشتغل المخ الأيمن والمخ الأيسر على الرسوم وعلى التفكير. وقت أنا بخلط التنتين من الخرائط الذهنية وبعلم الطالب كيف يعمل هذا الكتاب بطريقة خريطة ذهنية، صدقيني ما بعد ينسى، وبركز على الكلمات المفتاحية. في مهارات كتيرة أنا فيني ساعد الطالب عليها من خلال تنمية هي المهارات، الحفظ وعدم النسيان والمماطلة والتشتت والتواصل، كل هي بتخليكي أنت تنسي. أكيد. يعني بالختام معلومات ونصائح جدا مهمة، نتمنى من كل الأهالي يلتزموا بهي النصائح، وأكيد نتمنى كل التوفيق لطلابنا. الاختصاصية التربوية رائدة بعكر، يسعد صباحك ونورتينا. شكرا كثير لكم، شكرا على ضيافتكم الحلوة. أهلا وسهلا. والنجاح للجميع بإذن رب العالمين، وعام سعيد يا رب. شكرا، نعاد عليكم. ودائما حنقول الله لا يضيع تعب الأهالي قبل الطلاب، وهيك يجبر بخاطر الجميع. شكرا لحضورك اليوم. احنا مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وكالعادة كل نهار السبت مفروض نحن هيك نروح للمتنبئ الجوي لنعرف عن حالة الطقس بشكل أكثر خلال الأيام الجاية. مباشرة مشاهدينا لا اتصال هاتفي مع المتنبئ حسان الجردي. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير، يسعد صباحك يا هلا. يعني أستاذ حسان، مثل ما تعودنا كل نهار سبت لازم نعرف أحوال الطقس من حضرتك. خبرنا كيف عم تكون أحوال الطقس بشكل عام، درجات الحرارة بمحافظتنا السورية، هل رح يكون في منخفضات بالأيام القادمة؟ شو بتخبرنا؟ هلا صباح الخير من جديد لإليك، لزميلتك للأخبارية السورية، لكادر العمل.
بالنسبة للأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة وعن الجوية خلال الأسبوع القادم. أجواء خريفية معتدلة بشكل عام على من معدلاتها مطلع هيدا الأسبوع. الحرارات عم تميل للارتفاع اليوم بشكل طفيف. اليوم وبكرة ارتفاع بدرجات الحرارة نتيجة تأثر المنطقة بمرتفع جوي عم يمتد بكافة طبقات الجو. تأثيره بيستمر السبت والأحد والأثنين. الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها من 2 إلى 4 درجات مئوية، والأجواء بشكل عام أجواء خريفية معتدلة بين الصحوة والغائمة جزئيا. ساعات النهار باردة نسبيا خلال ساعات الليل بأغلب المناطق. احتمال نهار الأحد بكرة خلال ساعات المساء تتغير الأجواء بالمنطقة الساحلية تحديدا بالشمال الغربي، تتحول الأجواء من أجواء غائمة إلى أجواء غائمة جزئيا إلى أجواء غائمة، لتكون الفرصة مهيئة بإذن الله لهطل زخات من المطر بشكل عشوائي بالمنطقة الساحلية خلال ساعات ليل يوم الأحد، وبيمتد الهطل مع ساعات الفجر الأولى لأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية فقط. بشكل عام الأجواء الباردة بتضل هي سيد الموقف مثل ما ذكرت بأغلب المناطق بالليل، ومنحذر من تشكل الضباب بمعظم المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر. الرياح بتكون شرقية إلى جنوبية شرقية بالمناطق الشرقية والشمالية الشرقية والشمالية، بينما تكون غربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق. والبحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة مياه البحر عم تكون 22 درجة مئوية. نهار الاثنين تستمر حالة الاستقرار بالنسبة للأوضاع الجوية، ولكن تتغير بشكل عام الأجواء نهاية الأسبوع القادم الخميس المساء، لأنه الاثنين والثلاثاء والأربعاء الهطول المطري فقط تحديدا بالساحل وبالشمال الغربي يوم الاثنين تحديدا، بينما ثلاثاء أربعاء بترجع الأجواء بتستقر بشكل تدريجي، وبتكون الأجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا بأغلب المناطق وأجواء خريفية عادية. حتى مساء يوم الخميس نهاية هيدا الأسبوع بتبلش الأجواء تتغير من أجواء بين الصحوة والغائمة جزئيا إلى أجواء غائمة إلى غائمة ماطرة ببعض الأحيان، خاصة بتبلش الهطل المطري من المنطقة الساحلية خلال ساعات الليل، وبيمتد الهطل خلال ساعات الفجر الأولى إلى المنطقة الشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى. يعني التغيرات بالحالة الجوية راح تكون بشكل واضح نهاية الأسبوع، أما بمنتصف الأسبوع عبارة عن حالة عدم استقرار خفيفة بتأثر ليل الأحد ويوم الاثنين بالمنطقة الساحلية وبأجزاء من الشمال الغربي، وحرارات بالمطلق عم تكون أعلى من المعدل من 2 إلى 4 درجات مئوية، والأجواء الخريفية المعتدلة هي سيدة الموقف. ولكن اللي بيميز الطقس هيدي الفترة هو تشكل الضباب بمعظم المناطق الداخلية. الضباب الكثيف رح نشاهده إن كان بحمص، طريق عام دمشق حمص، بالقلمون، بالأجزاء الشمالية من البلاد، بالمنطقة الشرقية، فرح يكون الضباب بكثافة وحضوره قوي بهيدي الفترة. بالنسبة للتحذيرات دائما نحن في عنا تحذيرات بالنسبة للأحوال الجوية، أهم شيء الانتباه من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب بمعظم المناطق الداخلية، ونتمنى من الأخوة السائقين استخدام الأنوار الكاشفة للضباب، بالإضافة إلى تشكل السيول إن كان ليلة الخميس وبالمنطقة الساحلية تحديدا بسبب غزارة الأمطار بهذه المناطق، ومحاولة قدر الإمكان الانتباه وأخذ الحذر من الأجواء الباردة ليلا خاصة بالمرتفعات الجبلية. أما نعم أستاذ حسان الجردي، شكرا لك المعلومات اللي ذكرتها، ودائما منقول دائما هيك بردا وسلاما على سوريا الحبيبة، والله يبعث الخير دائما. أما هلأ رح ننتقل لفقرة، فقرة بتحكي عن الجمال، عن التراث الدمشقي، يعني دائما بحضور هيك قطاع ما فينا هيك ما نوقف عندها، ونستذكر ايام شاميه، نستذكر البيئه الشاميه الدراميه، كنا نشوفهم هدول القصص بالمسلسلات الشاميه. هذا التراث بعده عم يصير شغل عليه من قبل شيوخ الكار السوريين، وبقيوا محافظين على البصمه التراثيه رغم كل التطور ورغم كل الحداثه. اليوم هاي القطعه موجوده، صح فيها تحديثات، ولكن اذا بنرجع للاصل بنلاقي هنن بعدهم محافظين على هذا التراث، وهذا الشيء اكيد بيساهم بخلينا نقول الاقتصاد المحلي والوطني والسياحه. يا هادي اكيد يا رشا، هي المشاريع الصغيره كثير مهمه، عم نحكي عن حرف يدويه، يعني عن تراث وثقافه، واكيد لابد من الحفاظ عليها وتوارثها من جيل
لجوي. اليوم عندنا مشاريع عديدة، ولكن رح نحكي عن مشروع فيه لمسات فنية وإبداعية من خلال الشرقيات والأنتيكا وقطع كثيرة وأفكار وتصاميم مشغولة بمحبة وإبداع كبيرة وإتقان. اليوم رح نتعرف أكثر على هي القطعة المميزة مع ضيفنا، وعلى طريقة صنعها أيضا والمواد الأساسية مع الحرفي أحمد عداس شيخ كار حرفة الأركت وعضو في لجنة إدارة هيئة مدربي حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية. سعد صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير ويعطيكم ألف عافية جميعا. شكرا لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها لتحافظوا على التراث الدمشقي رغم كل الظروف اللي عم نعيشها. بداية خلينا نعطي اسم لهذا المشروع الجميل اللي قدامنا. طبعا نحن بالنسبة لنا بحرفتنا حرفة اليوم اسمها حرفة الأركت، فيما مضى كان اسمها حرفة النقاشين، اليوم اسم العالمي هو حرفة الأركت. نحن بالنسبة لنا لهي المهنة بتعتمد النقش والحفر. فزمان كنا نشتغل بالمطرقة بالإزميل بالمنشار القوسي، ومع الأيام بلشت تتعدل الأمور ويدخل مجال الأتمتة سواء كان بالرسم أو بالتجهيزات والأدوات. اليوم الحرفة لازالت تعتبر حرفة يدوية بامتياز، لأنه لحديت الآن نحن عم نشتغل بإيدنا بالرسم، بنرسم على إيدنا ومننفذ الرسمات اللي رسمناها على الإيد على الكمبيوترات، بعض منا منقصها ومنحفرها وبعض منا بتصير عملية التجميع. طبعا مثل ما لنا شايفين نحن بالنسبة لنا شرقيين بدمنا، بنروحكم القطع اليوم مشغولة أكيد. تمام، فنحن بيغلب علينا الطابع الشرقي دائما بمنتجاتنا بصنعتنا بحرفتنا. فاليوم لما أنا بدي أشتغل قطعة بدي أتبع مبدأ شيء اسمه عصرنة الحرفة. أكيد. زمان كانت البيوت كبيرة، كانت المساحات ضخمة تستوعب التحف الكبيرة العملاقة أحيانا، أما اليوم البيوت صارت أصغر، صار في عناية أكثر بالتفاصيل الناعمة أكثر من أنه تكون القطعة كبيرة وتأخذ مساحة ضخمة. كبيرة. فدخلنا بمجال العصرنة، بلشنا نصغر القطعة، بس برضو كمان لا زالت عبق الشرق موجود فيها اللي نحن بنعتز فيه كشرقيين. أكيد، يعني يمكن عم نشوف القطعة يلي مصنوعة من قبل حضرتك، ويمكن ما في بيت إلا موجودة من هاي القطعة. خلينا نوضح أكثر شو هي أكثر الشغلات يلي مطلوبة اليوم من قبل الناس. الحقيقة كل شيء بالنسبة لنا هلا مطلوب، لأنه نحن نحن عمليا منتجنا بده لازم يناسب السوق المحلية. فسواء كانت من تحفة للصمد أو من علبة لحتى يقدر نحط فيها مقتنياتنا، أو أحيانا بعض الحلويات أو أبسط الحلول علبة المحارم اللي شايفينها، ففي مستلزمات استهلاكية نحن قائمين عليها وعم نشتغلها. وبيتم بإيدنا نحن شغلة ناعمة كمان نحن مميزين فيها بسوريا، هو مبدأ التطعيم ومبدأ التصديف اللي مثل ما أنا شايفينه نحن هلأ هون. فهدول الأمور التصديفية كمان بتاخد جهد يدوي وبتاخد وقت طويل، فلازلنا نحن محافظين على الحكي مع هالأيام اللي نحن فيها موجودين. طالما هيك شوي عم نحكي عن التطعيم وعن مراحل العمل، خلينا نحكي عن الوقت. اليوم عم نشوف هيك هاي القطع يعني مطعمة بال هاد صدف حجار، ما بعرف شو انتو هو اسمه الرحاج، هو شبيه الصدف. نعم. طيب قديه بتاخد هاي القطعة شغل؟ قديه بتاخد جهد منكم ووقت؟ واو، جهد كتير. بالنسبة لنا أول شغلة هي مبدأ التصميم، لحتى أنا أوصل لهي لصمم الزخرفة اللي موجودة هي الإسلامية، فأنا وسط أيام مع التسهيلات اللي ممكن يقدم لي إياها الكمبيوتر عم تاخد معي يوم أو يومين لحتى أحصل فقط على الرسم. بعد من عملية القص والتفصيل شغلة سهلة، أما عملية التجميع والتركيب كقطعة قطعة كل ما زادت نعومة القطعة أخذت وقت أطول. كل ما صغرت التفاصيل السنتيمتر نحن بنحسبها بياخد وقت أطول معنا، فممكن ياخد له يومين ثلاثة على حسب بقى شو الوضع اللي
تحفي القطعة اللي بين إيدينا قديش بدها تأخذ. أكيد هي بحاجة لوقت وجهد أكثر من حضرتكم. خلينا نوضح يمكن أكثر مين أكثر قطعة هيك أول وقت أول قطعة اشتغلتها كانت هيك يمكن البدايات دائما بتترك أثر وبيكون في لها انطباع. شو هي أول قطعة اشتغلتها؟ الحقيقة شغلة صغيرة يعني بدي نوه إلها، هي نحن القمع الطفولي للمواهب. لا لا بنعاني منه أستاذ. صحيح، يعني ولد يكون مثلا مبدع بمجال الرسم أمه وأبوه لا بدك تطلع دكتور بدك تطلع مهندس بدك. الحقيقة هذا الحكي حتى أنا كان من نعومة أظفاري، أنا بالنسبة إلي كنت شغوف بهالمجال هذا. رحمة الله عليه، في كان لنا أستاذ بالمدرسة هو اللي دخلني هالمجال هذا وحببني فيه أكثر، كان عبارة عن أنه نكمش نرسم على ورقة ونلزقها على قطعة خشب ونقعد نفرغها بشكل يدوي. هذا الشيء بداياتي. أما بالنسبة للقطع فصراحة والنماذج مثل أولادي بحبهم كلياتهم، ما في عندي قطعة مثلا بقول عنها لا هي جيدة. بس دايما يمكن البدايات بتكون مختلفة. أكيد أكيد، لأنه الموضوع عملية بيجي الصقل مع الأيام. يعني وهي مشكلة نحن منعاني منها الحرفيين، في عنا قاعدة بعملنا الإبداع يقتل الإنتاج والإنتاج يقتل الإبداع. أنا اليوم كحرفي بدي صمم قطعة، بعد ما طلعها وتشوف النور بقول لو صويت هيك لو عملت هيك بدي عدل عليها. هذا الحكي عم كتر التعديل عم يوقفني عن الإنتاج. وبنفس الوقت بالنسبة للصناعي فهو منتج، لما بينتج بيكفي انه ياخذ التصميم لمره واحده ويمشي فيه سيري بهالحاله هي بيطلع. نحن بالنسبه لنا حرفيين دائما متجددين بالابداع، متجددين بالانتاج، متجددين بالتصميم. وهون الفكره استاذ، بس خليني انوه على نقطه حكيتها انه احنا عندنا عقده كبت المواهب. يمكن بنتك شيخة كار؟ بنتي حرفيه لسه ما اخذت شهاده شيخة كار. شو اختصاصها؟ هي انترنال ديزاين، تصميم داخلي، وبنفس الوقت هي اليد اليمنى هلا حاليا معي بالمرسم. نحن حرفتنا اسمها مراسم ما هي ورشات. هي اليد اليمنى معي بالمرسم، هي اللي بتشتغل بمبدا التصميم وقائده فريق التصميم عندنا بالمرسم. موفقين يا رب. دائما وقت بنقول شرقيات وحرف سوريه، اليوم في بصمه مفروض تكون لك بشكل خاص، خاصه بالمنتجات اللي بتشتغل عليها. اليوم ما بتخاف انك تقع خلينا نقول بفخ التكرار، بفخ التشابه بين قطعك والقطع الموجودة بالسوق؟ شو هي دائما البصمة اللي بتحب تكون موجودة بشغلك الخاص؟ أولا الإتقان هو أهم شغلة، المتانة هي الأمر الثاني. ضغط الرسم أو ضغط الفن مع إنتاج منتج إنتاج قطعة هشة البنية فهو أمر سيء. هلأ نحن بالنسبة لنا لما عم نشتغل ببصمتنا، بصمتنا مميزة أول شغلة بالجمال، ثاني شغله بالمتانة. اما كمان كمتطلبات السوق فنحن كمان بنراعي الامر هذا، شريطه انه ما ينخفض الانتاج او سمعه المنتج. فانا بصمتي دائما بالجوده، المتانة، الجمال. طيب خلينا نحكي عن المواد المستخدمه اليوم. في نقص معين باحدى المواد؟ عم تعانوا اليوم يمكن من صعوبات بهي الحرفه؟ مع الأسف إيه. كل شيء ناقص. كل شيء الإبداع موجود بس اليوم اليوم نحن عم نشتغل بالموجود. صدقيني لو ترجع الأمور وينفك هالحصار الجائر اللي علينا وبإمكاننا أنه نستعمل كل المواد الأولية اللي كنا عم نشتغل عليها رح يكون الإنتاج جمالي أكثر ودقة أكثر ومتاني أكثر. نحديت الآن نحن عم نعاني بنقص كبير سواء من ألوان الخشب الـ MDF أو الخشب بحد ذاته، منعاني من نقصان المواد اللاصقة، منعاني من نقصان مواد كتير. فمنغتنم الفرصة أن نتوفر هالشيء يلا فورا أمنوا استلزماتكم، ما بتعرفوا إمتى يمكن بتأمنوا دفعات كبيرة لظروف يعني ما بتعرف شو ممكن إزاي. يعني ما فيني أقول كبيرة، معقولة، لسبب أنه كمان إذا بدي أمن دفعات كبيرة فأنا بهيك حالة تحولت من حرفي لتاجر، فأنا بدي أخزن. أنا صعب علي أني يكون تاجر،
أنا حرفي أوكي ماشي بإمكاني أشتغل بمقتضيات اللي موجودة بين إيدي. طيب حضرتك ذكرت الألوان وذكرت الأنواع، اليوم يعني أكثر الناس بتحب هاي الألوان الموجودة قدامنا اللي بتروح على البني المعتق، بتحس بتعطي تقل للقطعة، بتعطي تقل بالبيت حتى يعني، ولكن بنشوف أيضا خشبيات بألوان أخرى، ولكن أنت كحرفي وكحركة سوق خلينا نقول، شو هي أكثر الألوان المطلوبة؟ بالنسبة للمقتنيات الشرقية دائما الألوان الخشبية، الألوان الخشب هي المطلوبة. الألوان يعني صعب أني أعمل رتم شرقي بألوان مودرن، يعني مو معقول حط الأحمر والأصفر لطلع مثلا منتج مثل هاد عجمي، أكيد ما حيكون ما حيلاقي إقبال. بس الناس ممكن أذواق القصة يعني أنه بيتم على الروح الشرقي هو على الغرب في آلية له، يعني على سبيل المثال من باب الدعابة بالصين صنعوا الغترة اللي بيحطوها أهل الخليج أو الفلسطينيين بلون زهر أو أصفر، فطلعت أمر مضحك ما عاد حلو، دائما معروف الغترة بالأسود والأحمر، فشلون صعبتوها أصفر هي ما بعرف صعوها. طيب. فنحن هون نفس الموضوع، ما فينا نتجاوز في حدود بدنا نوقف قدامها. المنتج لما بده يكون شرقي بده يتم عم حافظ على الألوان الخشبية، الألوان التدرجات لون الخشب هذا اللي بيهمنا. طيب من أين تستوحي اليوم أفكار هي القطع والتصاميم؟ ممكن تشوف شيء على الإنترنت أو على الواقع، أو ممكن الناس تطلب منك شيء معين وأنت تشتغله؟ خلينا نوضح أكثر. طيب هلأ نحن كمان جينا على فكرة تانية، هي بتعود كمان نفس الموضوع أنه الإبداع اللي عم نقتله بولادنا. اليوم لما بنترك الحرفي لما بيشتغل وحده رح يكون منتج لشيء معين واحد، اما لما بيكون عم يشتغل بنظام فريق عمل فاكيد هذا الامر بيعطيه افكار جديده، روح جديده، تصاميم جديده. اما بالنسبه لموضوع النت فهلا هن صاروا بياخذوا من عنا وبيحطوها على النت، فانا مو معقول ارجع اخذ الشيء اللي انا مصاويه من النت لارجع اصممه. فأنا بالنسبة إلي لما بدي أطلع منتج بدرس حاجتي إله بالسوق، بدرس إمكانية تصنيعه، بعد منا من حوله لقسم التصميم لحتى يزخرفوه يعطوه هالأشياء هي. خلينا هيك نستعرض شوي هالقطع الجميلة. هلأ أنا هيك تخيل لي إنه هي ممكن تكون علبة حلو، هذا كيس لعلبة حلو، فنحن مشان ما إنه يكون واقف ما يقع. نعم صحيح فاضي. كثير حلو الفكرة يعني، وبتعطي كمان هيك تقل للكادو، حتى عم نشوف هون هيك حابين اليوم ما مثل ما بيقولوا نستعرض كل القطع، ممكن تكون هيك لعلبة تمام كمان ضيافة أو علبة ضيافة، علبة شاي، علبة حلويات، كل شيء ممكن إنه كمان فاضي اسم. نعتذر منكم نحن بالنسبه قديش يعني فيها تعب مشغول، اذا انتبهنا يعني الكاميرا اكيد عم تاخذها، انه قديه في دقه اليوم بهذا الزخرفه بهذا الرسم، يعني هون عم نشتغل نحن يدوي صح؟ نعم. اولا لما بدي ارسمها رسمناها يدوي، هذا هي العلبه بالذات لحتى تم تصميمها، واليوم شايفتيها بايدك هيك ككتله متكامله اخذت معي لحد يعني تقريبا حوالي الشهر لحتى طلعت. اما هلا بالنسبه لي كتصميم بكفيني يوم لصنعها، بس لحتى قدرت صممها اخذت معي جد غضون شهر والعديد من التجارب. يعطيك الف عافيه يعني جدا قطع كثيره مميزه. خلينا نرجع عند حضرتك نتعرف عنك اكثر، اليوم حضرتك خريج تجاره واقتصاد، شو سبب توجهك اليوم لهي الحرفه فيها بعد بهذا المجال؟ اول شيء شغفي بالمهنه من زمان موجود، وصح اليوم في عنا فكرة انه لازم يكون الحرفي فقط جاهل ما بيعرف غير المجال اللي هو عم يشتغل فيه. لا انا بالنسبة الي خريج كلية تجارة واقتصاد، حاصل على شهادة التوفل من المدرسة الامريكية لتعليم اللغات، تعبان على حالي علميا سيستم انالايزر، هذا الحكي كله، التحصيل العلمي شيء والعمل شيء دائما تاني. اليوم ساحات العمل مفتوحة، الانسان بيكون ناجح لما بيكون هو مخلص لمهنته وبيحبها، فأنا بحب هالمهنة هي ومغرم فيها، فنقيت نفسي فيها وتميت عم تابع فيها رغم تحصيلي العلمي الماضي. طبعا عم نحكي على شيء مضى عليه
بعدكم عشرات السنين. اليوم أعمالكم شاهدي على هذا الإبداع وشاهدي على تعبكم، واليوم هيك مهمتكم هي نقل هي الرسالة للأجيال القادمة. بدنا نشكر هيك هذا الصباح الجميل بحضورك بهذه القطع المتميزة، وشكرا لكل تعبكم، يعطيكم ألف عافية. تسلمي يا رب، والله يعطيكم العافية. وكمان أنا عن نحن بحاضنة الدمر عنا دائما بنوجهه للجيل الجديد. نحن بحاضنة الدمر منعلم الحرف، نحن شيوخ كار مدربين للمهن، فأي حدا بده يتعلم هالمهن يتوجه لحاضنة الدمر رح يكون في له ترحاب فيه. أكيد. بالختام نشكرك كثير الحرفي والشيخ الكار أحمد عداس، شكرا لك ولوجودك معنا ويعطيك ألف عافية. الله يعافيكم، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب. حضرتك بألف خير، شكرا لك. وأكيد تحياتنا لكل العاملين بحاضنة دمار. ومن الجمال خلينا نروح لمدينة حمص ونكون بهيك بتقرير كرمت جامعة البعث الطلاب الخريجين من الكلية التطبيقية، وذلك على المدرج الكبير بكلية الآداب وبحضور ذوي الطلبة والهيئة التدريسية. حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. تقديرا لتفوقهم كرمت جامعة البعث الطلاب الخريجين من كلية العلوم التطبيقية، وذلك على المدرج الكبير بكلية الآداب وبحضور ذوي الطلبة والهيئة التدريسية. الطلاب اليوم الخريجين لقد نهلوا من علوم هذه الكلية وتزودوا بكل المعارف والتقنيات والمهارات التي ستكون سندا وعونا لهم عندما يخرجون إلى سوق العمل. هذه الكلية تتطور يوما بعد يوم، مخابرها تتحدث وأجهزتها تضاف يوما بعد يوم. أعتقد أن هذه الكلية سيكون لها مستقبلا مزهرا. سعادتي أكيد مع الأيام حطورها واستخدم كل مهاراتي حتى وصل لمكان أقدر فيه البلد فيه بأي شكل من الأشكال. بتمنى أني أقدم مساعدي لأي شخص بهذا المجال. حب أتشكر كل الأساتذة والدكاترة اللي بهن بجهود أن احنا وصلنا لهاي المرحلة، وبتشكر جامعة البعث والعمداء الكليات فيها، وحب آخر شيء أتشكر أمي وأبي اللي هن وصلوني لهاي المرحلة لإلي وتعبوا لي وشاروا لي. التكريم يأتيك حافزا للطلبة الخريجين لمواصلة مسيرتهم العلمية وتشجيع الطلاب الآخرين على بذل الجهود لنيل درجات التفوق. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص. وصلنا معكم مشاهدينا لختام مشوارنا الصباحي، يمكن لفقرة رشفية من الجانب الأسري والعائلي. اليوم بدنا نحكي بالفقرة القانونية عن موضوع بهم كثير من السيدات والرجال. بدنا نسلط الضوء على نوع من أنواع الطلاق، ولا سيما الطلاق التعسفي. بالفترات الأخيرة بالسنوات الأخيرة صار في تفاقم بحالات الطلاق. لما نقول طلاق تعسفي يعني عم نحكي عن طلاق بدون أي سبب، بدون يمكن رضا الزوجة يا رشا، أسباب كثيرة. يمكن هذا الشيء بيسبب ظلم للمرأة، وخصوصا إذا كان في أطفال هنون خاسر الأكبر. دائما الطفل بيكون هو حلقة الأضعف بأي مشكلة بين الزوجين، ودائما هيك بيقولوا مثل الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون. اليوم الطلاق التعسفي رح نتعرف عليه ضمن الفقرة القانونية. مؤخرا صار في تعديل على قانون الطلاق التعسفي، أكيد حنضوي عليه، حنعرف حقوق المرأة في حال كان الطلاق التعسفي. أكيد معلومات كتير مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الأستاذة وئام الخوالدة. يسعد صباحك أستاذة وئام، وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك أستاذة. صباحك أهلا وسهلا فيك. يمكن موضوع تقيل شوي على الصباح، ولكن الطلاق منتشر بشكل كبير بالسنوات الأخيرة. عم نسمع يمكن إن كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع من الناس اللي حوالينا. خلينا نوضح بداية، نحن شو نقصد بالطلاق التعسفي بالقانون السوري؟ الطلاق التعسفي حددت المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية الطلاق التعسفي بأنه بيتم هذا الطلاق بإرادة الزوجة المنفردة. تمام. يعني إذا طلق الزوج زوجته، الزوجة بهي الحالة بتستحق التعويض. تماما. طبعا هذا الطلاق بيكون يعني بلا سبب فينا نقول، أو أنه بغير رضاها، أو حتى هي من دون ما تطلب بغير علمها.
تماما هي هذا الوقت بنشوف نحن بالمسلسلات انه خلص اوكي بدي ابعث لك ورقه طلاقك، فهذا المعنى الحرفي يعني موجود هو بالقانون موجود، بس نحن بنشوفه بس من خلال التلفزيون، بس هو فعليا موجود لانه يعني هي ما بتكون طالبه هذا الشيء تمام، وما عندها علم حتى فيه ابدا يعني ابدا، خلص انه انا قاعده اوكي بتجيني ورقه طلاقي، هي الفكره. فهون بصير في تعسف باستعمال هذا الحق من قبل الزوج تجاه الزوجة، يعني مثل ما بيقولوا في مفاجأة للزوجة بالموضوع تمام، حتى في ظلم كمان، هو يعتبر يعني نوع من أنواع الظلم للزوجة. يعني دائما شعارات خلينا نقول التساوي بين الرجل والمرأة، ودائما الرجل بيقول انه اخذت حقها وزيادة، ولكن بثغرات كتير صغيرة مثل فقرتنا لليوم نعرف انه هي لا لسه ابسط حقوق الحقوق لا الى ما وصلت له اليوم. هل قضائيا اليوم في حالات تثبت هذا الطلاق ولا او القاضي خلص يعني بناء على رغبة الزوج؟ هلا هو بناء على رغبة الزوج، بس لازم يكون في شروط مثل ليتحقق الطلاق التعسفي، مثلا انه يكون بلا سبب سبق وحكينا انه يكون من دون رضاء الزوجه او من دون حتى علمها، يعني بيقدم للقاضي اليوم اسباب يحقق شروط الطلاق تماما في اسباب، بس يعني لينقبل هذا الطلاق او بالاحرى ليكون هذا الطلاق صحيح او بالمعنى الحرفي طلاق تعسفي، المفروض انه يكون في اسباب تمام. طبعا اسباب ممكن هو يشوفها انه معقوله، بس هي بالواقع ما انا معقوله، يعني ممكن نقول اسباب غير مقنعه قضائيا. ما بيتدخل الحكم القضائي فيها كونه تعسفي؟ هلا في شهر للمصالحه اجباري باي نوع من انواع الطلاق، في شهر للمصالحه سواء بالمخالعه سواء بالتفريق بكل انواع الطلاق في هذا ممكن الشهر. ممكن يمتد هذا الشهر ام هو شهر بس للمصالحه؟ هلا هو شهر للمصالحه، بعدين ممكن في حال انه بيجمعهم القاضي لما بيشوف انه الزوج لا هو مصر على رايه فبيطلع الحكم تماما. طيب خلينا نوضح اكثر، اليوم القانون ميز الطلاق التعسفي عن غير انواع من الطلاق؟ هلا في نعم تمييز بالنسبه لموضوع التعويض. هلا اذا بتلاحظي بالتفريق عندك او بالمخالعه الرضائيه ما في شيء اسمه تعويض. واصلا بينعدم حق الزوجه بالمطالبه بالتعويض. يعني مثلا لما الزوج بيقدم على هذا الشيء يعني بإرادته المنفردة انه ما حيكون برضاها هي تمام، فلازم يكون في تعويض، وطبعا هذا التعويض فيه له نسبة معينة. طيب خلينا نروح للتعويض. اليوم المرأة وقت بيكون بهذا الحال خسرت كل شيء، خسرت بيتها، خسرت أولادها، خسرت المجتمع، خسرت نفسيتها بالنهاية. تمام. آلاف التعويضات ما رح تعوضها ولو أكيد. جزء بسيط عن اللي خسرته بحياتها، ولكن قانونيا اليوم هيك كرمال نضوي، كيف اليوم بيتم حسب أو حسبان التعويضات للزوجة بحال الطلاق التعسفي؟ هلا بالنسبة لموضوع التعويض هو بما يعني ما يتجاوز 3 سنين. هي النفقة إضافة لنفقة العدة. يعني بيضاف لها 3 سنوات؟ تماما، يعني النفقة هي بتكون يعني ما بتتجاوز 3 سنين كمان إضافة لنفقة العدة، يعني هي لحال وهي لحال. وهذا الأمر يعني بحسب حال الزوج، يعني القاضي بيقدره مثلا أنه ممكن جملة أو شهريا، وحسب يعني إذا كان موظف أو إذا كان مقتدر، هي النسبة يعني فينا نقول انه هي متروكه للقاضي، يعني هي تقديريه للقاضي او لقناعه القاضي. والاطفال اذا كان في اطفال اليوم على شو استند الطلاق التعسفي بالنسبه للاطفال؟ الاطفال النفقه المتعارف عليها بالنسبه للحضانه. هل اليوم في شيء جزء يعني بخص الطلاق التعسفي كونه تعسفي انه بيبقوا مع امهم او مع ابوهم او لا، يعني حسب الحضانه والاعمار؟ هلا بالنسبه لموضوع الحضانه نحن بنعرف انه لعمر ال 15 الحضانه بتضل موجوده للام، بعد ال 15 بيبقى شيء ثاني. طيب خلينا نوضح اكثر، اليوم صار في شيء تعديلات على احكام الطلاق التعسفي؟ هلا بعد صدور القانون ل 2019 صار في تعديل بسيط، سابقا كان يعني الزوج او المطلق غير ملزم، يعني أيوة. غير ملزم يعني انه خلص بيحددوا نسبه التعويض على مبدأ أنه إذا هذا الشيء أو بالأحرى هذا الطلاق سبب ضرر أو بؤس أو فاقة للزوجة. هذا الحكي سابقاً، بس بعد التعديل أيوة لـ 2019 لا صار المطلق ملزم بهذا الشيء، ملزم بالتعويض، أما سابقاً لا.
كان بيتحدد حسب نسبة الضرر فقط. يعني ممكن سابقا انه خلص اذا كانت هي موظفة مقتدرة انه ما في داعي للتعويض، تمام، بس اليوم لا، هو ملزم. طيب اليوم في كثير من الأزواج أكيد عم يشوفونا، واليوم مثل ما بيقولوا ساعة الغضب ممكن تعمل خربان بالبيت. اليوم قضائيا وقانونيا وقت بيروحوا لعند القاضي بموضوع القضاء التعسفي بنعطي شهر مصالحة، وبعد الشهر يعني خلص الإجراء رح يمشي، رح تتبلغ الزوجة. هل بتفوت بعدة؟ هل بتفوت شو بعد الإجراءات اللي بعدها؟ هل ممكن في رجعة إذا طلع قرار الطلاق؟ هلا بالنسبة لموضوع انه الارجاع، هلا لو كانت الاجراءات ماشية بس خلال شهر المصالحة اذا تم الارجاع او مثل ما بيقولوا اذا تم الصلح، فبتنتهي يعني اجراءات الطلاق التعسفي بتنتهي قولا واحدا. تمام. يمكن اليوم رشا بتلاقي في كثير من السيدات بيعانوا لحتى يحصلوا على الطلاق، يمكن هي النقطة عم تمام فيها، يعني ممكن الزوج يماطل اليوم، يمكن يصير في كثير اشكاليات او اجراءات. شو بتتصرف اليوم السيدة بهي الحالة؟ هلا اغلب الازواج يعني مثل ما بيقولوا بينتهي فيهم المطاف لهذا الشيء، انه خلاص انا لازم مطمئت، لازم مثل ما بيقولوا يعني ما اعطي اللي على كيفها. بس يعني غلط. هلا السيده شو بتتصرف بهذه الحاله؟ القانون بيحميها هون بهي النقطه بخصوص انه اذا كان في تماطل اليوم من قبل الزوج بالطلاق او كان المحامي حسب التبليغ اليوم، يعني هو تماماً هي اجراءات روتينيه يعني. هلا ممكن يصير في تلاعب كمان بزيادة تماماً بالنسبة لموضوع التبليغ، يعني بصير في كتير قصص، ولكن بالنهاية اليوم رح تحصل على إذا كان هي المبادرة لهي القصة. يمكن كنا عم نحكي بنقطة قبل الهواء أنه اليوم طلاق التعسفي بينزل بدايتين بيحكم على هي الأنثى بالطلاق، خلينا نقول الانهيار الأسري والمجتمعي. ولكن اليوم المرأة إذا بدها تروح على المحاكم فهي رحلة طويلة، رحلة أشهر يعني لحتى تقدر تأخذ هذا القرار بالطلاق. دائما هيك في نصائح قانونية بتحبي حضرتك وكل حدا بهذا المجال وجهها للناس اليوم هيك قضائيا، يعني شو أكتر شيء اللي الناس عم تعاني منه أو الأزواج بالمحاكم؟ هلأ عم تعاني بالمحاكم من موضوع أنه عم تتزايد هاي الحالات للأسف بشكل يومي. يعني عم نشهد حالات طلاق كبيرة، بتطلع هيك أنه شو الأسباب؟ هي فعليا الأسباب معينة؟ عم تكون غير مقنعة. في إحصائيات معينة لهذا الطلاق؟ والله هلأ إحصائيات معينة لا، يعني يوم بتلاقي متزايد يوم بتلاقي عادي، بس كله بيصب بطريق واحد اللي هو سوء الحياة الاجتماعية، عم يخلي انه ما حدا يعني الزوج تماما ما حدا عم يتحمل حدا. عم تقولي بنظرة قانونية انه الاسباب غير مقنعة، ولكن اليوم المرأة او الرجل، خلينا نقول المرأة اليوم مو دفاعا عن هاي القصة، اليوم بجوز تفكر بالخطوة ألف مرة قبل ما تخطيها. يعني فاليوم وقت بتوصل على المحكمة بتكون يعني خلصت كل الفرص وخلصت كل الخيارات بحياتها، يعني بتكون اسباب مقنعة بالنسبة لها كثير. أكيد. يعني بالختام بدنا نشكر وجودك معنا لليوم الأستاذة وئام خوالدي. أهلا وسهلا حبيبتي، تسلمي لي كلك ذوق. شكرا. أهلا وسهلا، شكرا لك أستاذة وئام، وهيك بنتمنى دائما السلامة الأسرية لكل الناس، وهيك تبقوا باستقرار وأمان على طول. مشوارنا الصباحي خلص معكم لليوم، ومثل ما بلشنا بالخير رح ننهي أكيد بالخير. تمنياتنا لكم هذا النهار يحمل لكم كل شيء بتحبوه بحياتكم، وخاصة مع الأشخاص اللي دائما قريبين من قلوبنا. كونوا بخير. باي باي. شكرا يا هايدي. شكرا لك يا رشا، وأكيد شكرا لكل القائمين على برنامج صباحنا غير لليوم. لا تنسوا تتابعونا بكرة مع ضيوف جداد وفقرات عديدة، ومن هلأ لبكرة ضلوا بخير. باي باي.